نشرها الى جميع وسط اعمالها وتوظيفها في مجال انترنت الاشياء. هو كل قمر صناعي عنده عمر، ما هو عمر القمر الصناعي التونسي هذا؟ عمر القمر الصناعي التونسي ما بين 10 و 15 عام، وهذا القمر الصناعي التونسي ما له بداية دخول تونس في ميدان الفضاء. ما زال عندنا مشاريع أخرى كإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لتوفير خدمة على مدار الساعة وتغطية كلية على مدار الساعة لجميع أنحاء الكرة الأرضية. أيضا الخاصية بتاع القمر الصناعي هذا اللي هو باش يستعمل بروتوكول لورا، بروتوكول لورا اللي يستعملوه فيه في لو نبسط شو البروتوكول بطريقة بسيطة. البروتوكول لورا هو بروتوكول يمكننا من أن نتواصل عن مسافات بعيدة برشا مع استعمالات ضئيلة جدا للطاقة، لأنه الطاقة هي حاجة مهمة برشا في إنترنت الأشياء، لأن أي جزء أي شيء نجم يتحط في مكان بعيد برشا ما تنجمش توصل له ديما الكهرباء. هذاك علاش ديما نحكوا على استهلاك الطاقة بالنسبة لإنترنت الأشياء، وهي حاجة مهمة برشا. إذا كان مازال وقت ولا نمشي مباشرة إلى عملية الإتلاف، ولا مازال عندنا شي وقت لمزيد من الأسئلة مع المهندس الشيخ زاهر؟